the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. التفاعل ديالكم. المهم اخوتي انا عاد فقت فطرت بزت عليا ما تحوايجي بدا نتحرك على المدرسه. المهم هذا اول فلوغ ديالي راكم عارفين كيفاش كاين الفيديوز. المهم نتحرك في حال المدرسه لاقا على 12. واش الدراري حيت دابا في المدرسه انا هذا انا صاحبي. المهم عندي الفرنسي دابا ندخل نقرا لاقا مع 12. المهم هي المدرسة ديالي. المهم لاقا في القسم. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. دخلنا تم دقدق من المدرسة. دابا خصني ندوز نحفظ 12 للجوج. عندي الشفاوي راكم عارفين الجهاوي قرب. كما قلت لكم الدراري الجهاوي قرب مبقاش الوقت. وإذا كنت مزاحم مع لي فلوك ولا صال كدا عارف بزاف والله بزاف. ماما ماما دونك الدراري مشا نحفظ. شرب الماء دابا خوزي حوايجي مشي نشرب دابا الماء. مهم الدراري ملي مكنشربش الماء كنحس براسي دخان نهار كامل. دونك مشي نشرب نجلس نحفظ داخل في الجوج معنديش الوقت.
خصني نطلع المعدل النقاط ديال الدورة طايحين طايحين مرة. حقني كاينة كينز 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 والاخرى راه هي اتصبن. احسن احساس الدراري هي باش كتدخل كتلقى هذا مجموع كلشي في بلاصتو ولكن بطبيعة الحال ماشي انا اللي جمعتو الوريد الله يخليه هناك. دونك الدراري كيف ما قلت لكم غنمشي نراجع الاجتماعيات عندي فرد شفوي شفوي هاد جوج سيمانات هادو اللي جايين ماشي تجوج سيمانات الشهر هذا شهر خمسة الحفاظة الكريد. دونك غنقدر نغيب على لي فلوغ المهم هذا اول فلوغ ديالي دونك غنقدر نتعطل باش نحط الفلوغ الثاني الثالث والرابع غيكون هذا وقيلا اخر سيمانة عندي في لاصال باش نوجد الضرورة حتى السيمانة كاملة فيها امتحانات. صافي هادي اخر سيونس نريض مرة ولكن على حساب دونك دراري صافي هادشي اللي كاين نمشي نحفظ نتغدى ونرجع للمدرسة. نسيت ما قلت لكم شاد دراري انه واحد الحاجة عجبتني بزاف في المدرسة هي باش مشيت لقيت الدراري ديال القسم. المهم انا كنت داير هاد الفكرة هادي ديال لي فلوغ كنت دايرها انا وواحد صاحبي فاش مشيت للمدرسة لقيت الدراري بزاف كيدويو على الفلوغ اللي عندي انا بزاف كيقول لي وريني الفيديو اللي عاد دار وريني كدا 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 ومن قلت لهم راه كدا راه ندير لي فلوغ وداكشي لقيتهم انهم عاجبين لهم الحال. في الاول كان عندي واحد التصور انهم غيبقاو يضحكوا عليا وكدا وكدا دونك لقيتهم عاجبين لهم الحال شحال واحد كيتسنى الفلوغ باش يتحط باش يتفاعل معاه كنتمنوا الدراري تنتوما تفاعلوا مع الفلوغ ديالنا. المهم هادشي اللي كاين إلا عجبكم الفلوغ راه داكشي كيبقى ديالكم الخدمة ديالكم أنا الخدمة ديالي كنديرها نحاول نوصلكم داكشي اللي كندير في السيل دو في ديالي هادشي اللي كاين. دونك الدراري كيبقى الشغل ديالكم واش الدراري عاد ساليت الحفاظة نمشي نتغدى دابا داخل في الجوج سين فور تمية طناش جوج خمسة عاد نمشي للاصال خصني نجي نحفظ دونك غدا مشارجي بزاف هادا باش يقدكم خويات انا منقدرش نفلوكي منقدرش ندير بزاف حوايجات الشهر هدا. دونك الدراري المهم باش منطولش عليكم نمشي نتغدى نتلاقاو في المدرسة نتلاقاو في لاصال نتلاقاو في الدار في العشية بيسار. واش الدراري عاد خرجنا من المدرسة مشينا نعطيو الطاق في لاصال واش الدراري حنا في لاصال خبطو بزاف ديال كنصحنو وهذا مبغاش يبان هو ولادير دونك الدراري على بول كتاف سخنو مزيان يدير لاصال حتى هو satisfied my weakness comes and goes my weakness comes and goes I'm reaching out for
be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. واش الدراري عاد سالينا السيونس ديالنا سيمو تخاليد واش صافي سيمو تخاليد واش وانا نتبعو ندوش نمشي للدار ناكل نقص الحفاظ وان كانت الحصة مزيونة فرقع لي الكتاف والترابيز هو ملعبش الترابيز فاشل خصو يحفظ المهم هادشي لي كاين نتلاقا يو الدراري المهم سالينا النهار ديالنا نهار داز مزيان مشيت للمدرسة مشيت للاصال كملت الرابطة ديالي دونك باقي لي دابا الحفاظة والرابطة الاخر ديالي عندنا حنا غنمشي نعس غدا نهار جديد ان شاء الله. المهم عطان سالي الفلوق لحقاش خصني نصايفك الفيديوهات من الدري اللي عايبو طيلي الفيديوهات الدري سعد بكاوي غنخلي ليكم فيسبوك ديالو هنايا خصني صيفطو الفيديوهات باش يمونطيهم اسرع مكان باش نلوحوهم في يوتيوب دغيا حتى عارفين هذا اول فلوق ديالي خصنا نعرفو هادشي كيفاش عايش. المهم الدراري اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد لاشين هادي ما تكونش 100% فلوق باش ما يكونش داك التكرار فهمت باش ما يكونش داك التكرار حتى عارفين دابا النيفو ديال لي فلوجر بدا كيطلع ولا بزاف ديال الفلوجر في المغرب اللي في يوتيوب ماشي مشكل كيطلع الحمد لله. المهم هاد لاشين ما تكونش 100% فلوغ غيكونوا فيها لي برانك ان شاء الله غيكونوا فيها لي تشالنج غيكونوا فيها فيديو ديال موتيفيشن اي اذا طاحت عليا ولا طاحت عليكم نتوما غادي نديروها ان شاء الله باش النيفو ديالنا يطلع ونبقاو ماشيين ديما الحمد لله. المهم هاد لاشين هادي راه ما تاسسش الا ب التفاعل ديالكم اللي زيد ديالكم كلشي جاي من عندكم. انا عليا كنحاول نعطي ما امكن عندي واخا هذا الفلوق ديالي الاول كنتمنى انه ما تحكموش عليا بالفلوق ديالي الاول لحقاش راكم عارفين اول فلوق وما عنديش الماتيريال انتم عارفين انا كنعطي الدري مونتي فيديوهات باقي ما عنديش بي سي باقي ما عنديش كاميرا كنريكورديها بالتليفون دونك الدراري من بعد هادشي كامل كيجي من بعد الحمد لله. المهم ما علينا باش ما نطولوش قلت لكم هاد الفلوق هذا اللي غيتحط دابا ما هو الا تجربه الا عجبتكم ليدي ماشي الا عجبكم الفلوق الا عجبتكم ليدي اللي غندير اللي قلت لكم انه يكونوا لي برانك يكونوا لي تشالنج يكونوا دي فلوق علاش لا في الصيفيه في الصيفيه غيكونوا دي تريب غيكونوا دي رحلات غيكونوا بزاف د الحوايج مع الدراري مع فليصال في داكشي غيكونوا لي فلوق ان شاء الله. ولكن انا قلت لكم غنحاول هاد لاشين هادي نغير فيها ما نديرش فيها غير لي فلوق دونك الدراري هذا المكان كنتمنى هادشي هذا يعجبكم الا عجبتكم طرحوا لي الافكار ديالكم انا كنسمعكم كلشي ديالكم مقبول
عجبتكم ما عجبتكمش غير قولوا لي شي نكاين باش باش نزيدو لان لقينا هيدا راه ما نديرو والو. المهم الدراري ان شاء الله غيكون خير لنا القدام. المهم الدراري باش ما نطولش عليكم نهار ديالنا سهله نتلاقاو ان شاء الله بلوك جديد ولا فيديو جديده فيديو جديد. هذا مكان. السلام عليكم.